بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومن بركة يعني العلماء يعني أن يجتمع هذا الجمع الطيب المبارك في هذه المدينة الإسكندرية قلعة السلفية، والكل يكن الدعوة بالإسكندرية المحبة والتقدير، والإخوة بالإسكندرية أيضا يبادلونهم نفس الشعور ويوالون يعني إخوانهم الذين هم على نفس معتقدهم ونفس منهجهم ونفس دعوتهم. كما أحيي موقع أنا السلفي الذي يعني يحمل العبء النشر السلفية والاهتمام يعني باستقبال المشايخ السلفيين ونقل كلامهم ودعوتهم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يزيد هذا الموقع السلفي وهذا الصرح السلفي المبارك يعني رفعة وعزا، وأن يفتح له القلوب. أكثر الناس ثراء وغنى هو من استعمله الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فكم ينعم الله تعالى عليه بهداية كثير من البشر فيكون في صحيفته فينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التزام العبد بشريعة الله عز وجل وحده شرف له، أن يكون عبدا لله عز وجل، ثم من مقتضيات هذه العبودية أن يتحرك بهذا الدين. وكما من الله جل وعلا عليه بهذا الخير وأخرجه من ظلمات الجهل والشرك إلى أنوار التوحيد، يشكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وبالدعوة إليها وبدعوة الناس إلى هذا الخير الذي وفقه الله جل وعلا إليه. فيا إخواني في غزة، توحدوا على اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا على قلب رجل واحد، أصلحوا ما بينكم وبين الله، ووالله سيسخر لكم ربنا لو اصطلحتم معه الحجارة ستنطق، الشجر، التراب، سيسخر لكم ما تحت أقدامكم وما فوق رؤوسكم. عودوا إليه، عودوا إلى الكتاب، إلى السنة، كونوا على قلب رجل واحد، وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماءكم وأن يتقبل شهداءكم وأن يحفظ أعراضكم وأطفالكم، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. من مدعاة الشرف والعز والسؤدد أن يتحدث المرء على هذا الموقع الضخم، ونحن ننتهز هذه الفرصة لنشكر أشياخنا وأكابرنا وأجدادنا في سلسلة الطلب. قال النووي رحمه الله في صدر كتابه المجموع عن أبي العباس ابن سريج، قال: وهذا جدنا في سلسلة الطلب. وكذلك نحن نقول: هؤلاء الأشياخ مشايخ مشايخنا، فهم أجدادنا في سلسلة الطلب، فجزاهم الله خيرا أن شرفونا بمثل هذه الكلمة. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر وواجب ينبغي أن يقوم به كل إنسان، ولا تقتصر على منبر ولا تقتصر على منضدة يجلس على العلماء فيقررون، بل هو منبر رحب وكبير، فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا، فقد وقع الخطر بأكمله، وجسم العدو بكلكله، وصار كلنا رخيصا لا ثمن لنا ولا يعبأ أحد بنا، لكل قتيل معشر يطلبونه، وليس لديننا في العراقين طالبه. يحزنون لقوافل التائبين، يحزنون لإعفاء الشباب للحى ولبس القميص والسواك، يحزنون لانتشار الحجاب في الوقت الذي يفرحون بالعائدين المرتدين المنتكسين لخلع الحجاب وحلق اللحية. لما الشاب يحلق لحيته يقول الحمد لله ربنا هداه، ولما البنت تخلع الحجاب يقول يا خبر كانت في سجن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا أبعث برسالة ثانية لأختي وأخي: اثبتوا على سنة نبيكم ولا تفرطوا فيها أبدا وإن رغمت أنوف هؤلاء.
سورة العصر تجمع لنا الأمر كله وفيها وتواصوا بالحق. نعم الناس كل الناس في خسران إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وصبر في كل ذلك، فهذا الذي يقوم لله بحق الجهاد الذي في رقبته، فالله الله في الإسلام. يا أختاه يا أختاه، هذا والله زمن التمحيص، وليمحص الله ما في صدوركم ليعلم الصادق منا من الكاذب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في إخواننا القائمين على هذا الموقع المبارك، وأن يجعلهم منارة علم وسنة ودعوة إلى الله جل وعلا. إن منبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منبر لا يصعده إلا ورثة الأنبياء. تأمل يا أخي حال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأثرهم البالغ الظاهر في نفوس الناس وقلوبهم، ما ذلك إلا بصدقهم وإخلاصهم لله جل وعلا. فاعلم أن دعوتك لن تكون ناجحة ولن تكون مؤثرة في القلوب حتى تكون خالصة لله جل وعلا، ثم يكون هذا الأثر ظاهرا جليا إذا كان ذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنقول وبالله التوفيق، الدعوة إلى الله عز وجل شرف، شرف للمؤمن أن يكون من هذه الأمة الخيرة التي قال الله جل وعلا عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. التزام العبد بشريعة الله عز وجل وحده شرف له أن يكون عبدا لله عز وجل، ثم من مقتضيات هذه العبودية أن يتحرك بهذا الدين. وكما من الله جل وعلا عليه بهذا الخير وأخرجه من ظلمات الجهل والشرك إلى أنوار التوحيد، يشكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وبالدعوة إليها وبدعوة الناس إلى هذا الخير الذي وفقه الله جل وعلا إليه. فأنا أقول وأنصح نفسي وإخواني أن نجعل حياتنا لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياة العبد ينبغي أن تكون كلها لله تبارك وتعالى، في التزامه، في قيامه بأمر الله عز وجل، في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ثم في زحمة الهجوم الذي تهاجم به المرأة لالتزامها بحجابها، لالتزامها بعفتها بما أمر الله تبارك وتعالى به، لالتزامها بطهارتها، في زحمة هذا الهجوم نريد أن نقول إن حجاب المرأة من شعائر الله عز وجل، إنه أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. حجابها الكامل الذي يسترها، يستر جميع بدنها، بصرف النظر عن الخلاف بين الفقهاء في ستر الوجه، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. الهجوم ليس على هذه الجزئية، إنما الهجوم والحرب على عفة المرأة وعلى طهارتها. يريد هؤلاء الأشرار أن يأخذوا المرأة شيئا فشيئا حتى يجعلونها تنسلخ تماما من دين الله عز وجل. فأقول لأخواتي ولبناتي: اصبرنا واثبتنا، فإن كنا على الحق. وإن المرأة عندما تتمسك بما أمرها الله تبارك وتعالى به وتعلو همتها فتأخذ بمعالي الأمور، إن هذا والله لشرف الدنيا وعز الآخرة. والله جل وعلا وعد الذين يجاهدون في سبيله أن يوفقهم، فقال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت أيتها المسلمة وأنت أيها المسلم على ثغر من الثغور، فاحفظه واجتهد ألا يؤتى الإسلام من قبلك،
أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني في موقعهم أنا السلفي، سائلين المولى عز وجل أن يحيينا على حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويجعلنا من الدعاة لطريقهم على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نلقى الله جل وعلا وهو عنا راض. أولا، لا يخفى أحد أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. فمن أراد منكم أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. فما شرط الله؟ شرط الله أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله جل وعلا أخبر في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن أكثر الناس ثراء وغنى هو من استعمله الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فكم ينعم الله تعالى عليه بهداية كثير من البشر فيكون في صحيفته، فينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تكون بضاعة المرء مزجاة إلا أنه لا يتكلم إلا فيما يتقن ويعرف. ومع ذلك بارك الله فيك، قد ينعم الله عليه فيهدي على يديه بعض الناس، وثلة منهم يترقون ويكون من العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، فيأتي يوم القيامة وإذا هو محشور في زمرة العلماء. ما السبب في ذلك؟ أن الله استعمله في الدعوة إليه فهدى الله على يده بعض الناس، فثلة من هؤلاء الناس رقاهم الله بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على كل مسلم في كل التخصصات وكل الطبقات والمستويات أن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ما استطاع إلى ذلك سبيلا فليدلي كل واحد بدلوه يا إخوان. هذه الكلمة الأولى التي رغب إلي إخواني أن أذكر نفسي والمسلمين بها. وأما الكلمة الثانية التي تتعلق بالحجاب، فأنت تتعبد لمولاك بقول الله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأنت تتعبد لمولاك تبارك وتعالى بقوله تعالى من سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأنت تتعبد لمولاك من سورة النور بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكما تفضل شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن صقر حفظه الله تعالى وبارك فيه، حيث
بين أن هناك من أهل العلم من قال بفرضية النقاب ومنهم من قال باستحبابه، والأمر ليس الآن في الخلاف ولكن في هذه الهجمة الشرسة على هذه الشعيرة. فيا أيها الأحبة، الحجاب عفاف وحياء وستر وكرامة وصون وفضيلة، فعودوا إلى ما كان عليه نساء أجدادكم من السلف الصالح، عودوا إلى حياة من؟ إلى حياة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر أم المؤمنين، وزينب بنت خزيمة أم المؤمنين، وزينب بنت جحش أم المؤمنين، وصفية أم المؤمنين، وأم حبيبة أم المؤمنين، وجويرية أم المؤمنين، وغيرهن من النساء المؤمنات القانتات التائبات العابدات كأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق النطاقين، ونسيبة وحفصة بنت سيرين، وغيرهن من هؤلاء النساء الموحدات. فإن في الرجوع إلى ما كانوا عليه السعادة في الدنيا بطاعة الله عز وجل، والفوز بالجنة في الآخرة. ورحم الله نساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب، شققنا خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. ولا يختلف اثنان ولا يتناطح عنزان كما يقولون في أن الحجاب محبب للنفس السوية التي لها علاقة برب البرية، فنسأل الله أن يستر أعراضنا. هذه الكلمة الثانية. وأما الكلمة الثالثة التي رغب إلي إخواني فيها فيما يتعلق بغزة، فأنا أقول أهل غزة لهم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله لبلد الإمام الشافعي وهي غزة، حيث ولد الإمام الشافعي في غزة، أسأل الله أن يثبتهم على الحق، وأن يجعلهم ممن يعتقد بقلبه ويردد بلسانه الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولكن أنتم تعلمون أن إخوان القردة والخنازير قالوا لبعض إخواننا من المسلمين أننا مطمئنون. لماذا هذا الإطمئنان؟ لأن مساجدكم في صلاة الفجر لم ترتقي إلى حالها في صلاة الجمعة، فمتى ترتعد فرائسنا ومتى يحتل الخوف قلوبنا إذا صارت مساجدكم في صلاة الفجر كصلاة الجمعة. ثم إنني أذكر نفسي وأذكر إخواني بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر وينادي الحجر والشجر ويقول: يا عبد الله. ماذا قال؟ يا اسكندراني، يا دقهلاوي، يا سوداني، يا تونسي، يا اندونوسي، يا باكستاني، يا هندي، يا قاهري. لا، قال: يا عبد الله، يا من تحققت فيك العبودية لله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك أيها الأحبة، فحق الله على العبيد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن يدخل من وحده ولم يشرك به شيئا الجنة. نعم أيها الأحبة، فمن أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد.
ثم أنت تعلم أنه من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. ولا يخفاك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإن الحجر والشجر يا إخوان، يقول: يا عبد الله، أياما تحققت فيك العبودية لله كالبدريين كأهل بيعة الرضوان. نعم يا عبد الله، يا مسلم، مسلم الذي يذبح للبدوي، الذي ينذر للحسين، الذي يستغيث بسيدنا رسول الله، الذي لا يكفر بالطاغوت ولا يبرأ من الشرك وأهله. لا، المسلم هو المستسلم لله تعالى بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله. نعم، فلا يعرف إلا عيد الفطر والأضحى وعيد المسلمين الأسبوعي ويوم الجمعة، ولا يقر ولا يعترف بأي عيد غير هذه الأعياد الثلاثة، ولا يشارك أحدا إلا المسلمين في أعيادهم. أيها الأحبة، نعم يا عبد الله يا مسلم، تعالى وراء يهودي فاقتله إلا شجر الغرقب. فإن اجتهدنا نحن وإخواننا في غزة وفي فلسطين وأفغانستان وفيتنام والصومال وكشمير وأريتريا ودارفور وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، اجتهدنا جميعا في تحقيق العبودية لله عز وجل، ارتقينا وبذلك انتصرنا، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وانطلاقا من قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. والله أسأل أن يجعل فيما قلت النفع لي والنفع لكل من شاهد وسمع هذا، وشكر الله لكم وتقبل الله جهدكم وبارك فيكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتني الحياة أن ابتغاء الله فردا في كل شأن وقصدي، يبلغ المرء سؤله ومناه، وسواه مهما ادعى ليس يجدي. كم تحرقت من لواعج وجدي، ثم بالله كان يسكن وجدي، ولكم ضقت بالتوحد ذرعا، ثم بالله لذ العيش وحدي. كم بذلت الحياة أسعى وأسعى، أستحث الخطى لمجد وسعدي دون جدوى، حتى تجلى إلهي برضاه فكان سعدي ومجدي. أيها التاجر المراوغ دنياه لتصطادها بصفقة عقدي، دعك من وهمها وزور غناها، فجناها مر بقشرة شهدي، ثم تاجر مع الله تغنم فوق دنيا السماء جنة خلدي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في إخواني القائمين على هذا الموقع المبارك، وأن يجعلهم منارة علم وسنة ودعوة إلى الله جل وعلا. إن منبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منبر لا يصعده إلا ورثة الأنبياء، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين كابدوا الشدائد وعانوا قلاقل وظمأوا في الهواجر ونصبوا أقدامهم في جوف الليل حتى يكونوا مشاعل للهدى ومنابر للتقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. ويكفي أن نعلم يا إخواني ويا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري، أمرهم أن يدعوا الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما أرسل علي بن أبي طالب في فتح خيبر، قال إنك تنزل قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم بين له بقية شرائع الإسلام. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أصل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك جليا لعلي بن أبي طالب فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتأمل يا أخي حال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأثرهم البالغ الظاهر في نفوس الناس وقلوبهم، ما ذلك إلا بصدقهم وإخلاصهم لله جل وعلا. فاعلم أن دعوتك لن تكون ناجحة ولن تكون مؤثرة في القلوب حتى تكون خالصة لله جل وعلا، ثم يكون هذا الأثر ظاهرا جليا إذا كان ذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يتحقق النجاح الكامل إلا بالإخلاص واتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كل هذه من النصوص الظاهرة التي تبين فضل الدعوة، وسبقنا المشايخ الكرام الذين تحدثوا عن ذلك. أما مسألة الحجاب فلا شك أن ما تعانيه المسلمات في هذا الزمان هو أمر جلل وحدث عظيم، وينبغي أن يقف كل مسلم مع أهل بيته وقفة إصرار وتحدي. فنحن إما أن نثبت أننا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تزل الأقدام وتتراخى الأيدي والسواعد. وصلتني هذه الرسالة من سجن ساتجيجلو في ملاتايا بتركيا، وهي امرأة تسمى نور جيهان، محكوم عليها هي وبناتها الثلاثة بالإعدام، والسبب هو بقاؤهم وإصرارهم على عبادة الحجاب وعلى فريضة النقاب، وذلك لأنهم ضربوا أروع الأمثلة في ثباتهم وتوضيحهم لدين الله جل وعلا وفرضه في أمر الحجاب والنقاب، وإن كان المسألة فيها خلاف في مسألة النقاب، لكن المقصود الأسمى هو التزام المرأة بالحجاب الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، والذي اتبعته به أمهات المؤمنين ونساء الأنصار جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت نساءنا وبناتنا على طاعته ومرضاته، إنه سميع قريب مجيب. وأما مسألة غزة فيكفي أن جرحا واحدا يثعب في بدن الأمة لا يتداعى إليه هؤلاء الناس ولا يتداعى إليه بقية أطراف الأمة، لهو دليل واضح على ضعف الأخوة الإسلامية. وكما بيّن شيخنا سمير جزاه الله خيرا في مسألة الأخوة الإسلامية التي هي أصل الإسلام وهي الوشيجة والرابط العظيم الذي جعله الله جل وعلا لحمة بين أهل هذا الدين الواحد، فإذا تعاضد المسلمون وعادوا إلى أخوتهم ارتفعت رايتهم وانتصرت جماعتهم وأصبحت لهم الكلمة والدائرة بإذن الله جل وعلا. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نبعا لمغترفي، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ بي أحجم، والوغى نشبت والله يهتف بي أقدم ولا تخفي، ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. فسر يا فتى التوحيد وسيروا يا أبناء غزة في هذا الجهاد المبارك، قاوموا الاحتلال وارفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحدوا صفوفكم، ويا أبناء الإسلام قفوا بجوار إخوانكم واعلموا أنكم لحمة واحدة، فإنكم إذا ثأرتم لدين الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتصرتم، وكان الفوز والتوفيق حليفكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على طاعته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يجعلنا أتباعا للسنة، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، ذلك أن كل واحد يرجع إلى ربه عز وجل عن طريقك أيها الداعية لك مثل أجر عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ورب العالمين قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ووالله ثم والله ليس لنا كدعاء أي قيمة ولا أي مكانة إلا بفضل الدعوة إلى الله. إحنا كدعاء، هذا يتمنى أن يصافحك، هذا يتمنى أن يأخذ رقم هاتفك، هذا يتمنى أن يلقي بنفسه بين ذراعيك، هذه الكرامة والله العظيم سببها أن عملنا في الدعوة إلى دين الله عز وجل. إحنا من غير الدعوة لا نساوي شيء، والله كل العلماء الذين على وجه الأرض ما رفعهم الله إلا بدعوتهم إليه، ما رفع الله لهم قدرا في قلوب الناس إلا بدعوتهم إليه. فيا دعاة اعلموا الكرامة التي أكرمكم رب العالمين بها،
واشكروا الله على هذه المكانة التي رفعكم إليها، وليكن لكم حال مع الله عز وجل. أحيانا نجد داعية مؤثر للناس في الناس مع قلة بضاعته، مع أنه عنده بضاعة مزجاة، لكن عنده إخلاص وله حال مع الله عز وجل، يقيم الليل، يصوم الأيام، يجتهد في عبادة صلة الرحم، يجتهد في عبادة الإصلاح بين الناس، يجتهد في عبادة الذكر. إحنا فعلا كدعاء نحتاج فعلا إلى شحن هذه القلوب، وهذا الشحن لن يتأتى أبدا إلا بالاجتهاد في عبادة الله عز وجل، وإلا أصبحنا كالشموع نضيء لغيرنا ونحرق في أنفسنا. يبقى لابد أن يكون لنا حال مع الله، ثم لابد ولا بد ولا بد من مراقبة القلب بين لحظة وأخرى. الإخلاص، الإخلاص يا عباد الله، قرأت للشافعي رحمه الله كلمة مرعبة، يقول: كل عمل من أعمالنا ظهر للناس لا نعده في الآخرة شيئا، لا نعده في الآخرة شيئا. فلا بد لكل أحد منا سيما الدعاء أن يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله عز وجل، لا يطلع عليها إنسي ولا يطلع عليها جني. وأبى الله إلا أن يلبس كل عبد رداء نيته. أخلص في عملك، أخلص، وسوف ينشر ربنا عملك هذا بين العالمين. إن رقبت الناس في عملك فضحك الله عند الناس، وأسقطك في قلوب الناس، وسقطت قبل من عين ربك عز وجل. فأنا بقول لنفسي والكل داعية، لابد إخواني أن يكون لنا حال مع الله، عايزين عبادة نجتهد في العبادة، لابد أن نخلص النية، لابد أن ندعو إلى الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلطف وبلين وبحب. لازم نشعر الناس أن نحبهم، إن احنا حريصين عليهم. هذا بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للحجاب، فإن أعداء الإسلام للمرأة منذ القدم بالمرصاد وسوسوا في أذنها أن اخرجي من بيتك، أنت طاقة معطلة، أنت نصف المجتمع، لابد أن يلامس كتفك كتف الفتى، اخرجي. فخرجت، قالوا: الآن الآن تحررتي. ثم ما زالوا يوسوسون في أذنها: اخلعي هذه العباءة السوداء، اخلعي هذا النقاب، اخلعي هذا التخلف. حتى خلعت الكثيرات من المسلمات مع الأسف حجابهن، وما زالوا بها حتى أصبحت خادمة في البارات وخادمة في الطائرات، وما زالوا بها حتى أصبحت على الشواطئ بخرقة صغيرة تستر ما يقبح كشفه. قالوا: الآن الآن أنت متحررة. وأنا لا أدري ما علاقة التحضر والتمدين بقصر الثياب أو بضيق الثوب، يعني كلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها شبرا، كلما تقدمت المرأة ضيقت الثوب على عجزيها سنتيمتر، تقدمت الشيخ سمير لحد بقت بالمايو على الشواطئ. أنا أخشى أن تتقدم المرأة أكثر من ذلك. اللهم استر بنات المسلمين. لكن أعداء الإسلام أعداء الإسلام فعلا أزعجهم، فعلا فزعهم وجود الحجاب والنقاب بهذه الكثرة وفي كل الأماكن. تخيل في أمريكا هناك منتقبات، في فرنسا منتقبات تزعج الحكومة الفرنسية، نقاب حتى في الجامعة الأمريكية، نقاب في مارينا، في نقاب، سبحان الله العظيم، في الغردقة رأيت نقاب، هل تتصور؟ سبحان الله العظيم، هذا أفسعهم، هذا أرعبهم. فحاولوا وعبثا يحاولون، حاولوا أن يكشفوا ستر المسلمة، ولكن والله العظيم أي أخت ذاقت حلاوة الإيمان ولبست الحجاب لله عز وجل، والله لن تخلعه وإن قطعت، لن تخلعه مهما ضيق عليها حجابها بالنسبة لها كلحمها كعظمها. فأنا كل كل أخت أكرمها الله بالحجاب، الله الله في الحجاب، تمسكي به، حجابك دينك، لحمك عظمك دمك. أما بالنسبة لإخواننا في غزة فأسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفهم، لأن الفرقة شر، الفرقة شر. لابد أن نتوحد
على توحيد الله عز وجل، نتوحد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه. أول من يعمل على تفريق الأمة إبليس، ينصب عرشه على الماء ويبعث السرايا والجنود، ولا يرضى إلا بالشيطان الذي يقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. ثم صار على درب إبليس كل طاغية، هذا فرعون، يقول ربنا عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، عشان يحافظ على علوه جعل أهلها شيعا. وصار على ضربه اليهود، هم أصحاب مبدأ فرق تسد، وما صنعه شاس بن قيس بين الأوس والخزرج بعد إسلامهم معروف. وصار على ضربه كل مخرب، كل عدو من أعداء الإسلام. غلادستون لما قال في مجلس العموم لن تقوم لكم قائمة في الشرق الإسلامي إلا إذا قضيتم على المصحف والجمعة والحج، كل هذه أمور يتوحد عليها الناس. فيا إخواني في غزة، اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا على قلب رجل واحد، أصلحوا ما بينكم وبين الله، ووالله سيسخر لكم ربنا لو اصطلحتم معه الحجارة ستنطق، الشجر، التراب، سيسخر لكم ما تحت أقدامكم وما فوق رؤوسكم. عودوا إليه، عودوا إلى الكتاب، إلى السنة، كونوا على قلب رجل واحد. وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماءكم وأن يتقبل شهداءكم وأن يحفظ أعراضكم وأطفالكم، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فحتى لا يطول الكلام فسأكتفي بإشارة فقط في مقام الدعوة وفضلها بقوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا نعلم نصا ورد يمكن أن يبين قدر الدعوة والدعاة فوق هذا النص. ومن أحسن قولا، لا أحسن منه أبدا، وهذا الذي دعا إلى الله عمل بهذه الدعوة والتزم بما يقول فطبق القول بالفعل وطبق ما ينادي به على أرض الواقع، ثم اعتبر نفسه بعد ذلك فردا من أفراد الأمة وقال إنني من المسلمين، ولم يتصدر ولم يفكر في أن يكون هو الأول أو هو المتصدر، إنما رأى نفسه من أقل الناس ومن أرذل الناس. ففي هذه الآية الكريمة جمل من العلم، ولا أستطيع الوقوف عند هذه الجمل غير أنني أشرت إلى فضل الدعوة والدعاة وإلى تطبيق العلم بالعمل وإلى الإخلاص في أمر الدعوة. وفي هذا الإشارة وفي هذه الإشارة ما يغني عن تفاصيل كثير من العبارات. أما الأمر الثاني الذي دعيت إلى أن أدلي بكلمة فيه من قبل إخواني القائمين على هذا الموقع، فهي رسالة إلى الأخوات المحجبات. أفتتح هذه الرسالة بهذه الحكاية: وقف الثعلب يوما أمام قفص الدجاج يتغنى بالحرية ويتهادى أمام الدجاج وهم في القفص وهو في الخارج، ويصرخ بأعلى صوته يقول للدجاج: ظالم هذا الذي حبسكن، مجرم كل من سكت على ذلك. الآن آن الأوان أن ننطلق ونخرج، وهذا هو الزمان الذي جاء فيه وقت تكسير الأقفاص والخروج من وراء هذه الأسوار. وظل يهتف بالحرية اللئيم الخسيس، والدجاج من الداخل يستمع ويتأثر
وتتفاعل من تتفاعل، حتى صار المرض في أذهان وقلوب كثير من الدجاج، وبدأنا يتخافتنا في أصوات خافتة، ثم بدأت تعلو الأصوات حتى على صوت المتخلفين وخفت صوت العاقلين، وبدأ الدجاج وتساءل وينادي على الثعلب من الخارج، وما الحل؟ وكيف نحصل على الحرية؟ وكيف نخرج إلى هذه الأرض الواسعة، إلى هذا الفناء الواسع؟ فأجابهن بصوت فيه اللؤم والمكر: ولكن المسلم لا يقرأ دائما كتاب الله إلا من رحم الله. قال: حطبوا الأسوار، كسروا الأقفاص، أزيلوا الحجاب، ارفعوا النقاب، اخرجوا. فاستعان الدجاج بكل قوتهم بقدهم وقديدهم، حطموا الأقفاص وكسروا الحواجز ورفعوا الحجاب وخلعوا النقاب، وخرجت المسكينة الدجاجة فأكلها الثعلب ثمنا للحرية. هذه هي الحقيقة وهي البلية. رسالتي إلى أختي: لا تنخدعي بهذه التفاهات والطرهات، فما ازددت بها إلا سقوطا وبلية. واسمعي لقول النبي كما عند أحمد وعند ابن ماجة وعند الحاكم، والحديث بمجموع الطرق صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. يحزنون لقوافل التائبين، يحزنون لإعفاء الشباب للحى ولبس القميص والسواك، يحزنون لانتشار الحجاب في الوقت الذي يفرحون بالعائدين المرتدين المنتكسين بخلع الحجاب وحلق اللحية. لما الشاب يحلق لحيته يقول: الحمد لله ربنا هداه. ولما البيت تخلع الحجاب يقولوا: يا خبر، كانت في سجن. إنا لله وإنا إليه راجعون. زمن تكلم فيه لوكع ابن لوكع كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا أبعث برسالة ثانية لأختي وأخي: اثبتوا على سنة نبيكم ولا تفرطوا فيها أبدا وإن رغمت أنوف هؤلاء. وأسوق هذا الأثر الذي عند الدارمي بسند فيه نظر، أصله عند مسلم صحيح، شاهده من حديث مسلم عند جابر، والحديث عند الدارمي من رواية الحسن عن معقل بن يسار، ومعلوم أنه لم يسمع منه، إلا أني أشرت إلى أن الأصل عند مسلم. في أن معقل ابن يسار رحمه الله وتبارك وتعالى قال: كنت أتغذى في موطن السوق مع جماعة من الدهاقين، تجار الدهاقين، وبينما هو يتغذى سقطت لقمة من يده على الأرض، لقمة وقعت، فنزل فأماط ما بها من الأذى وأكله. ما كسفش ان هو يحفي لحيته كما نحدث او كما يحدث الان، ما كسفش ان هو يمسك السواك، ما كسفش وقف في المترو بتاع الانفاق وسمع واحد عطس يقول له ارحمك الله ولا احسن يقول له ده عليه ملتزم، ما كسفش ان هو تطلع له علامه صلاه من السجود وخايف انها تطلع له في وسط الناس لحسن وعليه ده ايه ده مدروش، اخذ اللقمه من الارض واماط ما بها من الاذى وأكله. فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون عليه يقولوا: إيه ده إيه ده
شفت بيعمل ايه؟ شفت دقنه؟ دقنه طويلة قوي. شفت الجلابية اللي لابسها؟ شفت شكله عامل ازاي؟ يا خبر ابيض، ايه ده؟ ده زمن الصحراء الصفراء وزمن الرجعية وزمن. فقال له جلساؤه: ألا ترى ما يقولون؟ انت مش شايف بيقولوا عليك، بيغمزوا عليك، تريقوا عليك، بيسخروا منك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم إيه؟ يتغامزون. يا الله، انت مش شايف بيقولوا عليك إيه؟ اسمعوا واحفظوا هذا الجواب. قال: إني لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول هؤلاء الأعاجم، وهو الشاهد. لا تدعوا السنة، والسنة هنا أريد أن أبين المعنى المجمل لها، وهي الدين. قال ابن تيمية: السنة هي الدين كله. ليست هنا السنة بمقصد أو مقام الفقهاء في مقابل البدعة، لا. ولذلك اثبتوا، تمسكوا، استوثقوا من دينكم ولا تلتفتوا إلى هذا. الكلمة الأخيرة، وأنا أعلم أني أطلت وسبقني أفاضل ويلحق بي أفضل مني، فيعني الله المستعان، أختم بكلمة سريعة إن شاء الله في مقام هذا البلاء الذي وقع لإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. أنا لا أخص إخواني غزة في هذه الكلمة، وإن كنت أدعو الله عز وجل لهم خصوصا وللأمة عموما: اللهم فرج كربهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم بالإيمان. أحبتي الكرام، المصاب ليس في غزة، إنما فينا هنا وفي كل مكان، وستدور الدائرة وسنلعق هذا الكأس إن لم ندرك هذه الكلمة. في كتاب اسمه إتمام الوفاء من سيرة الخلفاء، كتب صاحبه الشيخ محمد الخضري، وهو يطرح سؤالا: لماذا كل هذه الانتصارات الباهرة في زمن الخلافة الراشدة؟ يعني ازاي الجماعة دول قدروا في 20-30 سنة دول لم تكن دولة تداني الدولة الإسلامية؟ كانت الدولة العظمى هي الدولة الإسلامية، خلاص ما فيش فارس ولا روم، بح، خلاص راح. كما قال خالد: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، مش فارقة معاهم، زي ما احنا قلنا في البيت الشعر: ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه أو تتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات. المنايا جمع منية، يعني يلاقي الموت، كالحات يعني عابسات، يعني أنا هموت هموت. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانة، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانة. اللي بيهتفوا دول اللي ما شاء الله صوتهم قد كده وأبواقهم أكثر منا، وإذا لم يكن من الموت بد، هتموت وهي كاس واحدة، فمن العجز أن تكون جبانا. أقول الشيخ محمد لما طرح هذا السؤال قال لي: جماعة دول عملوا كل انتصارات دي. قال: وما ذلك إلا، عد بقى معايا كده، اكتب واحد: وما ذلك إلا بالتأييد الإلهي. أولا: إن تنصروا الله وما النصر إلا، اوعى تفكر انت بقى لما تجيب عدد زي عدد وعدة زي عدة وعندنا زي عندهم هيبقى هننتصر، أبدا. ويوم حنين، ولا أريد أن أفصل. يبقى أولا: وما ذلك إلا بالتأييد الإلهي. ثانيا: وما ذلك إلا لإئتلاف قلوبهم فصاروا أجسادا متفرقة على رأي واحد وقلب واحد. اللهم ألف بين قلوب مشايخنا وطلابنا وقادتنا. وما ذلك إلا بإئتلاف قلوبهم فصاروا أجساما متعددة على رأي واحد وقلب واحد. ثالثا: وما ذلك إلا لقيام واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز المناعة الخاص بهذه الأمة، وضياعه ضياع لهذه الأمة. رابعا: لم يكن علماؤهم يشتغلون بالزهو وبالعجب وبالكبر وبالدنيا وزينتها. أتك عليها شوية. لم يكن علماؤهم يشتغلون بالزهو
وبالعجب وبالكبر. اللهم طهر قلوبنا من زينة الدنيا وفتنتها، آمين يا رب. رابعا ولا خامسا؟ خامسا، لم يكونوا هم يشتغلون بسفاسف الأمور. كرة وكاس الأمم وكاس العالم وكاس القارات، أيوه كاس القارات صح، وإيه تاني مش عارف، كاس الكؤوس، في كاس كؤوس كان جديده ما اعرفهاش، وكاس الكؤوس الشيخ محمد الصاوي قالها لي ما شاء الله معلومات واسعه. ها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا في يوم من الأيام بسمع في إذاعة الشباب والرياضة كده، بقلب كده عشان أشوف، ما أنا منفذي للعالم هو الراديو، فبسمع كده لقيت واحد مع لقاءات قبل شهرين ثلاثة، أمنيتك إيه؟ قال كأس العالم، نوصل لكأس العالم وموت. والله قالها، نوصل بس، نوصل وموت. هذه أمانيهم، لم يتشغلوا بسفاسف الأمور. طيب سادسا، لم يكن خلفاؤهم بالجبناء يخافون وعيدا ويخشون تهديدا. أخيرا، لم يكن الدين قد بليت جلدته، بل كانت مظاهره بادية. لم يكن الدين قد بليت جلدته، يعني ايه؟ يعني تمشي في الشوارع فين المسلمين يا جماعة؟ فين؟ عشان كده أنتم أمل هذه الأمة، أنتم النور الذي يأتي منه الشعاع، أنتم هذه النافذة المشرقة. اللهم ثبت هؤلاء الشباب. أحبتي في الله، استمسكوا واعلموا أنكم على قوة عظيمة. وأختم بهذه الطرفة الجميلة. انطلق الثعلب يمشي بجوار النمر. كلها سعاده النهارده. انت متروض وصوت. ايوه فعلا مقام خيانه. الله المستعان، ربنا يبارك فيك مصطفى. انا بتعلم منك يا استاذ سمير، سكتني. مشى الثعلب يوما بجوار النمر. طبعا كلنا نعلم اين النمر من الثعلب. النمر هو صاحب القوه. نمر معلم اسد، ويعني الأشاوس والأسود دول لما يكون في دوم القطب تبقى سيوف، إنما لما نديها للفلان تبقى. المهم، مشى الثعلب بجوار الأسد يوما، فقال الثعلب له: ألا ترى؟ قال: ماذا؟ قال: ألا تنظر؟ قال: ماذا؟ قال: إن جميع الحيوانات تخاف مني، تهابني، تجري من أمامي، تفر من أمامي. قال: منك أنت؟ قال: ما ليه؟ وإن لم تصدقني تعال معي. فانطلق يمشيان في الغابة، كلما رأى حيوان النمرة انصرف. قال الثعلب: أرأيته؟ فإذا بالنمر المغفل، صدق أنه قوي. وأرجو أن يعافي الأمة من هذه الغفلة، فأمتنا أقوى لو أنها قامت في صيحة واحدة الله أكبر لزلزلت عروش هؤلاء. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذا الموقع المبارك، أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يستعملهم ولا يستبدل بهم. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل جهدهم هذا مثقلا لموازينهم عند ربهم سبحانه وتعالى. مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا أردنا لها مدخلا، أقول: ألا يشتكي كل واحد منا من تغير الأحوال والأعمال، فساد هذه الأعمال؟ ألا يشكو الواحد منا من ذنب يقطعه عن ربه تبارك وتعالى؟ والله إن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأسباب لإصلاح أحوالنا مع ربنا تبارك وتعالى، وإصلاح أعمالنا وغفران ذنوبنا. ألا تسمعون في كل جمعة تقريبا
قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله عز وجل يقول أن من قام له بهذا المقام، من اتقاه حق تقاته وقال القول السديد، ومن أسد الأقوال بلا شك كلام الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ويجعل الجزاء لمن يصنع هذا على صدق وإخلاص أن يصلح الله عمله ويصلح الله حاله ويغفر ذنبه.